وعي سياسي كبير لمسناه لدى شباب ولاية بومرداس للمشاركة في هذا الاستحقاق الهام، الانتخابات الرئاسية سبتمبر 2024. كمواطنين نديو الواجب تاعنا كمواطنين، نروحوا الانتخابات ان شاء الله، ونطلبوا حنايا ان شاء الله الرئيس اللي خرج يكمل على واش راه يخدم الرئيس تاعنا. ماذا بينا الرئيس القادم يكمل في المسارات والانجازات اللي دارها، سواء في المجال الاقتصادي او القطاع او المجال المادي كمنحه البطاله وتوفير مناصب الشغل. صراحه ماذا بينا الرئيس اللي راه جاي يزيد يكمل في هذه السكه، وان شاء الله ماذا بينا الجزائر تزيد تتطور تولي ما احسن. نقول لكل واحد لازم يؤدي واجبه، خلصت هذيك انا تخطي راسي ولا ما نفوطيش ولا دير واجبك انت، انا ما حتى واحد ما رغم تفوطي على الاكس ولا ايكغيك، ولكن انت تؤدي واجب تاعك، ومن بعد الباقيه اللي خرج هذاك هو اللي يسير البلاد. ماذا بينا نخرجوا بقوه للانتخاب الرئيس الجمهوريه، ونكونوا على موعد هذاك النهار باش ندعموا الرئيس اللي يجي. انشغالات وتطلعات عديدة يأمل مواطن ولاية بومرداس أن تكون في صلب برنامج الرئيس القادم. داروا إنجازات ما شاء الله، ما إنسان ما ينكرش خير. أنا واحد من الناس كنت بلا دار، واليوم عندي دار الحمد لله، أعطونا دار عادية الحمد لله كما يقولوا، وإن شاء الله مستقبليا ما خير. الرئيس اللي راه جاي إن شاء الله يكمل واش دار الرئيس الأول، السكنة، المنحة تاع البطالة، المرأة ماكثة في البيت، الدعم الفلاحي، ودار بزاف مشاريع. وانا في هذه الانتخابات هذوما ندي كاع العائلة تاعي وانايا وصحابي وفوتوا. ننتظر من الرئيس الذي ان شاء الله سينجح في انتخابات سبتمبر ان يكمل المسيرة، مسيرة الإقلاع الاقتصادي، مسيرة الإنجازات التي حققت. باهتمام لافت يتابع الجزائريون مجريات المسار الانتخابي، على اعتبار الانتخابات الرئاسية حدثا سياسيا ومحطة مفصلية تشهدها البلاد.